مشاهدينا رحبوا معي بنجمة السهرة نانسي عجرم. نانسي عجرم شكرا لك. تفضلي. مساء الخير نانسي. بونسوار. كيفك؟ منيحه نانسي. سؤال لك. انت عندك صبيتين، انت ام البنات، ميلا وايلا. مزبوط. اذا طلعوا هن اكيد طالعين كثير حلوين لامهم وقرروا انه يقدموا على مس لبنان، شو اخر نصيحه بتعطيهم اياها قبل ما يطلعوا على الستيج؟ بقول لهم انه كونوا انتم وما تخافوا وخلي ثقتكم بحالكم قوية، ولو حتى ما طلعتوا مس لبنان انتو حلوين بنظري بنظر كتير ناس. وانت كتير حلوة بنظرنا كلنا نانسي. شكرا لك.